خلال الأيام اللي فاتت أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة اليوم المفتوح، وده لتلقي شكاوى المواطنين وخصص منافذ لتلقي الشكاوى بالميادين العامة. والجهاز الحقيقة نجح من خلالها في حل العديد من المشكلات اللي ربما بتواجه المواطنين. كمان أعلن اللواء عبد الراضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك عن تكرار طرح المنافذ خلال الفترة الجاية. الحديث أكتر عن نتائج المبادرة بينضم لنا على الهاتف سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. أهلا بيك يا فندم في البداية. سيادة اللواء، يمكن إحنا كنا عملنا الحقيقة مداخلة مع سيادة اللواء كمان يا علا واتكلمنا على فكرة اليوم المفتوح، وكان في ثلاث منافذ الحقيقة موجودين في نطاق القاهرة الكبرى، سواء في مدينة نصر أو في ميدان التحرير أو حتى في الجيزة، فواضح إن في تفاعل من جانب الناس. عايزين نعرف برضو منه معلومات، يعني كم شكوى حتى وصلت للجهاز وإزاي تم التعامل معها. فمعانا دلوقتي سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يمكن كنا بنتابع مع سيادتك فكرة اليوم المفتوح والمنافذ اللي هي الموجودة في أكتر من مكان. حضراتكم لغاية دلوقتي تلقيتوا مثلا كام شكوى وردت للجهاز من خلال آليات التواصل مع المواطنين، وإزاي تم حل هذه المشكلات؟ هو اليوم المفتوح يوم 8/10، نعم، ده تم في إطار السياسة اللي بينتهيها الجهاز من خلال فتح قنوات وآليات اتصال عديدة مع المواطنين للتيسير عليهم والعمل على حل شكواهم. الجهاز في اليوم المفتوح يوم الاثنين الماضي 8/10 بدأ العمل من 8 صباحا حتى 12 منتصف الليل من خلال معسكر العمل الموجود بالقرية الذكية، بوجود كل الشركات والكيانات المعنية بالمنظومة الاستهلاكية. ضفنا على كده ان المنافذ اللي عملناها بمناسبة احتفالات 6 اكتوبر، عملنا منافذ في بعض الميادين للتيسير على المواطنين والتواجد بالقرب من المواطنين في الميادين. عملنا في ميدان التحرير أمام جامعة القاهرة، في مدينة نصر ناصية مكرم عبيد، في المبنى الخاص بلجنة المساعدات التابعة لوزارة التموين. في إطار أن كانت الشكاوى اللي بتيجي سواء عن طريق آليات التواصل العادية التليفونات أو موقع الجهاز أو للتالي لغرفة العمليات مباشرة أو من خلال المنافذ اللي تم استحداثها في الميادين، كانت بترد لهم الشكاوي يستقبلها من المواطن يعمل لها بث على طول مباشر الى غرفه العمليات الرئيسيه في القريه الذكيه. مدى التفاعل كان ايه يا سياده اللواء بقى من خلال هذا اليوم من جانب المواطنين يعني؟ طبعا اللي هو المواطن ما بيشعر ان احنا كنا نازلين احنا للميادين دي والمنافذ، بنقول للمواطن ان احنا اللي نازلين لك، احنا موجودين عشانك، الدوله انشات هذا الجهاز لصالح المواطن، فاحنا قريبين من المواطن في اي مكان، واي فكره هتجيلنا هتساعد في هذا الاطار هنعملها. يعني ده بدايه، ممكن بعد كده نشوف ميادين اخرى، محافظات اخرى. حمايه المستهلك حق من حقوق الانسان، احنا بنستهدف تغطيه كل المحافظات حتى من خلال استحداث فروع جديده في المحافظات لتكون الخدمه قريبه من كل المواطنين. هل في اتجاه يا فندم ان هذه المنافذ تكون موجوده بشكل مستمر وما تكونش في اطار يوم واحد؟ يعني هل في حضراتكم بتفكروا انها تستمر اكتر من كده؟ اي حل فيه ايجابيه بالنسبه للمواطن احنا بنستهدفه، سواء التوسع في الفروع في المحافظات او المنافذ بصوره ايجابيه، لان احنا فعلا بنشعر ان هي بتلقى مردود ايجابي عند المواطن. الجهاز في يوم ده او اول امس حلينا 1553 شكوى متنوعه حل فعلي. ده وقتي ده يا فندم، يعني اتحلت وقتي بدون ما تاخد وقت. وتم اختار المواطنين في الحال دي نتيجه الحل، وده كان له مردود ايجابي، اولا له مردود ايجابي لدى المواطن، وثانيا له مردود ايجابي لدى العاملين في الجهاز، ان هو مجرد العامل لما بيقدم الخدمه للمواطن او بيحل مشكلته اكيد بيبقى عنده حافز وداعم ان هو يقدر يقدم الخدمه لكل المواطنين، طالما هناك استجابه من المواطن وتقدير من المواطن وان هذا الحل بيرضي المواطن. الجهاز بيعمل في اطار سياسه الدوله، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما هو الاهتمام بكل شكاوى المواطنين والعمل على حلها والتفاعل معها.
في اطار برنامج الحكومه اللي دايما بياكد على ضروره ايجاد اليات غير تقليديه لحل شكاوى المواطنين. ما يتم من خلال منافذ او خلال يوم مفتوح هي اليات غير تقليديه وغير نمطيه في التعامل مع شكاوى المواطنين. بشكر سيادتك يا فندم سياده اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.